أعلنت وزارة الصحة والسكان انطلاق النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية في الفترة من 21 إلى 25 من أكتوبر لعام 2024. يأتي ذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وبالتعاون مع المجموعة الوزارية للتنمية البشرية والمشروعات القومية للتنمية البشرية بداية جديدة لبناء الإنسان، حيث يمثل المؤتمر العالمي ومبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان ركيزتين أساسيتين في استراتيجية مصر الشاملة للتنمية البشرية وتحسين الخصائص السكانية، ويتوافق كلاهما مع رؤية مصر 2030 ومخرجات الحوار الوطني. We'll be right back.